بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى، هناخد البتري. البطارية عنصر إلكتروني يستخدم في التغذية بالجهد الكهربي. التغذية لإيه؟ جهد الكهربي. سبلاي أو سبلاين إلكتريكال تشارج فور ذا سيل. عنصر يستخدم في تغذيه الايه؟ جهد الكهرباء. طب شكله عامل ازاي؟ عامل بالشكل ده. ده موجب وده ايه؟ سالب. طيب دول ايه؟ تو سيلب. طب لو عملت واحده بس كده موجب سالب، يبقى دي ايه؟ سيلب واحده. انما البطاريه عباره عن ايه؟ تو سيلب، يعني واحده مع واحده. يقول عليها ايه؟ بتري. طيب البطاريه مرمز لها بالرمز ايه؟ ممكن لها ثلاث رموز، ممكن ارمز لها بالرمز بي او اي او في. يا بي يا اي يا ايه؟ يا بي، اللي يعجبك فيهم بقى. طب الوحدة بتاعتها ايه؟ يونت فولت، والفولت مرموز بالرمز في. طب البطارية دي بتتكون من ايه؟ انا عندي نوعين من الايه؟ من البطاريات. التايبس عندي نوعين. النوع الاولاني اللي هو دراي، بطارية الايه؟ الجافة. والنوع الثاني الويت. خلاص. البطاريه عباره عن عجينه من الكربون جواها ايه؟ قضيب. بيحصل ايه؟ بيحصل تفاعل ما بين العجينه والقضيب، فبولد فرق ايه؟ فرق جهد، وبالتالي بقدر احصل على ايه؟ على تيار كهربي لو في ايه؟ لو في لود. طب الويت، فاكرين زمان في الاعدادي لما كانوا بيجيب دورق بيحط فيه محلول ويحط فيه قطبين ومش عارف السوالب بتتنافر والموجه بتتنافر، وبعد كده اوصل سلك ما بينهم يحصل ايه؟ مر تيار كهربي. خدتوها في الاعدادي صح؟ او في الابتدائي. التجربه كده، يجيب دورق كده يحط فيه ماده خلاص، ويجيب هنا قضيب وهنا قضيب، ده مش عارف يترسب عليه السالب وده الايه؟ الموجب. بعد كده يجيب ايه؟ يجيب لمبه هنا كده اهوت، وبعد كده ايه؟ اول ما يبدا يوصل ما بينهم يبدا ايه؟ اللمبه ايه؟ دي الفكره المبسطه بتاعت الايه؟ بتاعت الويت. ايه ابسط مثال على الويت؟ بطاريه العربيه اللي هي السائله. طب الدراي، البطاريه بتاعتنا العاديه اللي هي الايه؟ القلم. ودلوقتي بطاريه العربيه بقت عباره عن ايه؟ بقى جزء بسيط منها محلول، وبقت عباره عن مكثف ايه؟ كبير، اللي هي البطاريات الجافه اللي هي النوع الجديد اللي طلع. بقى مكثف ساعته كبيره يشحن وايه؟ ويفرق. ده بالنسبه للايه؟ للبتري. طب التوصيل بتاعها، يعني نوعين من التوصيل. النوع اللي هو الاولاني سيريز، لو دي اي 1 دي اي 2 ودي اي 3، عاوز اجيب الاي توتال هيساوي الاي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3. طب في حاله البارل ايه اللي بيحصل بقى؟ ده الاي 1 ده الاي 2 ده الاي 3. الاي 1 دي كانت 5 فولت، دي 3 فولت، دي 4 فولت. يبقى الاي توتال هتساوي كام؟ ماشي.
واحد زائد واحد هتساوي كام؟ 5 فولت. حالة التوازي الكبير هو اللي بايه؟ بيسود. حالة التوازي الكبير هو اللي بايه؟ بيسود. أكبر بطارية فيهم هي اللي بتسيطر على الايه؟ على الدايرة. ده بالنسبة للايه؟ للمكن. كده في حد عنده مشكلة في ال التالت حاجة احنا اتكلمنا عنهم المقاومات المكثفات البتري تمام؟ خلاص ماشي.